قوس. وصلنا قوس. القوس. القوس السنة بدأ معاهم شوية. المريخ قاعد في مواجهتهم، يعني بيخليهم مشتتين، يميلوا للعصبية، ممكن يكونوا معرضين لحروب حتى أو لناس مستفزة، فيصبروا شوية لغاية 25 مارس. هنا بقى التاريخ اتغير، 25 مارس، لأن المريخ قاعد في مواجهتهم ل 25 مارس. هو المريخ كمان مش حلو. كوكب الحرب. لما بيبقى في البرج بيكبر المواضيع، لما بيبقى في البرج زي ما هو في برج أستاذة كريمة، بيدي حماس وطاقة وإرادة قوية، لكن لما يبقى في المواجهة ممكن يبقوا عرضة لحروب بقى مواليد القوس، فيصبروا ويتأنوا جدا في قراراتهم. لحد امتى؟ من 25 مارس بس، من بعد كده عندهم يعني خروج من الأزمات. وهيعرفوا يحبوا في العاطفة. طيب جدا، عندهم من اول 5-6 برضو فينوس بتدعمهم في منزل الحظ، وده وقت حلو للسفر مع شريك الحياة او مع الشخص المرتبطين بيه. من اول 5-6 وقت حلو للسفر. الجنة.